إذن احنا هنا اليوم جينا باش نعبروا على الاحتجاج ديالنا على الحرب اللي تيشنها هذا المدير الجديد ديال هذه المؤسسة اللي هي المكتبة الوطنية ضد المستخدمين ديال المؤسسة وبالتحديد ضد العمل النقابي داخل هذه المؤسسة. إذن جينا باش نحتجوا بقوة على هذه الحرب، لأن هي حرب حقيقية اللي كيشنا، وجينا كذلك باش نعبروا على التضامن ديالنا وعلى الدعم ديالنا للمناضلين النقابيين داخل هذه المؤسسة. جينا كذلك باش نطلبوا من الوزير ديال الثقافة وديال الشباب، يعني في هذا اللي هو الوزير المشرف على هذه المؤسسة باش يتحمل مسؤوليته، وخاصة أن كاين هناك واحد التقرير ديال المفتشية ديال الوزارة اللي هو يعني طرح جميع الانتهاكات اللي قام بها هذا المدير، وبالتالي خص الوزير يتحمل المسؤولية ديالو. إذن حنا هنايا باش نقولوا كفى من المضايقات على العمل النقابي، هذا العهد ديال المضايقة ديال العمل النقابي انتهى، ومازالين فقط بعض الديناصورات اللي هما بحاله هو كمدير ديال هذه المؤسسة وبحال المندوب السامي ديال المقاومة وجيش التحرير اللي هما من واحد العهد بعيد مازالين مستمرين في نفس المضايقات ديال العمل النقابي اللي عشناها في واحد المدة واللي حنا طبعا تنرفضوها. جينا يعني كاتحاد مغربي للشغل بمختلف تمثيلية على مختلف المكونات ديالو، الى جانب مجموعه ديال المناضلين والمناضلات اللي كيمثلوا يعني جمعيات حقوقيه. جينا الان باش نرفعوا صوتنا ونددوا بمجموعه ديال الممارسات اللي كتعرفها هذه المؤسسه هذه اللي هي المكتبه الوطنيه، اللي للاسف كنا كنتمناو باش انها تؤدي الدور ديالها العلمي، ولكن داخلها يتم انتهاك يعني الحريات، يتم تقزيم دور العمل النقابي، يتم تضييق عليه، يتم تلفيق تهم مجانيه للمناضلين والمناضلات ديالنا. حنا الان جينا باش كنددوا بهذه الممارسات، وكذلك باش كنرفعوا صوتنا للمسؤولين داخل الحكومه وعلى راسهم السيد الوزير، لان كانت لقاءات معاه وكان وعد من السيد الوزير بانه سيتم حمايه المناضلين والمناضلات ديالنا داخل المؤسسه. للاسف كل نهار الان اصبحوا كيعيشوا المناضلين والمناضلات ديالنا واحد الحاله ديال الرعب، الخوف على السلامه الجسديه ديالهم، بالاضافه للاتهامات المجانيه اللي كتلفق لهم كل نهار، وحنا كنعرفوا بان المؤسسه فيها يعني ثروه علميه من مخطوطات من يعني كتب. فحنا الان امام يعني امام المؤسسه، حنا كنبهوا المسؤولين انهم خصهم يتخذوا الاجراءات اللازمه تجاه هذا المسؤول هذا اللي على راس هذه المؤسسه. اولا بدايه بتنفيذ الخلاصات اللي جات في التقرير، تقرير اللي ثبت بان هناك فساد داخل المؤسسه، لان هناك صفقات مشبوهه، فكنطالبوهم باش انهم ينفذوا الخلاصات اللي جات فيه. كذلك كنطلبوا منهم الحمايه ديال الاخوان والاخوات ديالنا اللي كيتعرضوا الاخوات للتحرش المعنوي والجسدي يوميا، كنطلبوا منهم الحمايه ديال الاخوان ديالنا والاخوات، ونبهوهم الى اي حاجه لحقت بالاخوان ديالنا فالمسؤوليه تعود للممثلين ديال الحكومه. كذلك كنطالبوهم باش ان خص يتم احترام الحق النقابي، ممارسه الحق النقابي داخل هذه المؤسسه. فحنايا ما غاديش نستلموا، حنا غنبقاو مستمرين الى حين رحيل هذا المسؤول هذا اللي لا يبت بصله. اليوم كيف كتشوفوا موظفين داخل المكتبه الوطنيه ينظمون وقفا تعبيرا عن تضمرهم من الوضع اللي تيعيشوه، هذا الوضع السيء اللي صبحات
كتعيشوا مؤسسة اللي تعرف لها بالتاريخ ديالها في النسيج الثقافي ديال المغرب. وهاد الموظفين اليوم اللي تيحتجوا هما من الاطر اللي لعبوا دور كبير داخل المكتبه الوطنيه، واللي اليوم تتحيد لهم واحد المجموعه ديال المهام ديالهم وتتجمد لهم المهام ديالهم وتصبحوا يعيشون احتقانا يوميا ادى بهم لواحد الوضع سيء المستوى الاجتماعي. كذلك الان كيتجرأ السيد المدير وكيدير واحد المجموعه ديال العقوبات خارج القانون، اضافه الى التضييق على الحريات النقديه وغير ذلك. اليوم كذلك كنعيشوا واحد النساء هنا تيعيشوا الموظفات وخصوصا المناضلات ديال الاتحاد المغربي للشغل تيعيشوا واحد الضغط اللي وصل حتى للتحرش والاستفزاز والكلمات النابيه وواحد المستوى اللي هو بعيد على مؤسسه كالمكتبه الوطنيه ولا دا يحز في النفس. وبالتالي احنا اليوم كنوقفوا تضامنا والاتحاد المغربي للشغل غادي يبقى بجميع الوسائل المتاحه له قانونيا ودستوريا انه سيضل حتى يحيد هذا الحيف وهذا التضييق على الحريات وحتى ترجع الامور لنصابها داخل المكتبه الوطنيه ويرجع الاخوان والاخوات ديالنا الوضع العادي والسليم داخل المكتبه الوطنيه ويبانوا من يحمي الفساد ومن يحمي التضييق ولماذا يضيق على الاتحاد المغربي للشغل.